Imiti. L'atelier Darfour, خاطر كمان سي انتريسون معناتها باش تعرف لو موند دي بلوغور و سورتو حاجه توا اكثر حاجه الناس ما عادش تمشي للي جورنال سورتو الفيسبوك والانترنت والبلوغ هما اللي ضاربين توا اكثر و سورتو معناتها تنجم توصل اللي تحب عليه انت و مش محتاج معناتها باش تمشي للتلفزه ولا أكيد معناتها حتى إذا كان واحد ما ينجمش معناتها باش يستعملها حاجة بوبليك تكون له حاجة بيرسونيل وحاجة بريفي اللي هو دونك انتيريسون على الآخر. ميرسي. إسكو اليوم أنت صفقت اليوم الأكاديمية تاعك؟ وي سافا. كنت ناش نعم في دي ريشيرش نلقى دي بلوك كل شيء ما كنتش انتريسي بيهم وعلاش يحكوا سيرتو تويتر معناتها مش فيهم جمله ما اسكت كوال البلوك حدا انتريسون وي نعمل دي بلوك معناتها ماشي قبل كنت ندخل لي بلوك انتريسي معناتها بك سيكوريتي انفورماتيك وكاو معناتها تاس بوليتيس كل شيء ما نتلاش بيهم اليوم كان البلوك شو صار من فترة كان تكال الزغوين تكال على الزغوين معناتها مشاكلها وكل شيء شنو حاجات فيها بها وشنو الخابين و مرة مرة هيك نحل البلوك نتاعك ان شاء الله نقطع حاجات تريسون ان شاء الله اذا عندك انت عندك لابتوب عندك بليتروجي وعندك اباري فوتو اللي هم ادوات الادوات باهية مش تدون وي Ouais, alors, oui, c'est une belle expérience dans le sens. D'abord, le cadre est très agréable. Donc, c'est un peu un bachar intelligent. Oui, il y a une autre chose. قسمنا معناتها لي زيكسبيريونس وتجارب على البلوغينغ وهما معناتها تعلموا شنو معناتها بلوغي وكيفاش واحد ينجم يعبر على رايو على في بلوغ ينجم ياما يعبر على رايو ولا يعمل جورناليزم سيتويان يعني يمشي هو يلتقط معلومات ويحطهم على الانترنت ويكون هذايا فرصة الناس الكل باش تتبدل آراها وباش تتناقش في مواضيع جديدة وباش تطرح مسائل أخرى ويخرجنا أيضا من الأطر اللي متعودنا عليه ومتاع الصحافة اللي هي اللي تختار المواضيع نتاعها وهي اللي تنظم لي غوبورتاج نتاعها دونك يولي هكا كل واحد نجم يمارس حقه في النقاش يمارس المواطنه نتاعو و سي اون تري بون اكسبيريونس فريمون ان شاء الله نجي دون دوطخ اتيلي و خاطر هذه اول مره بالنسبه لي انا و جو تروف سا تري سامباثيك توا كيما نقولوا سي تروزيام اتيلي دو بلوغينغ اللي نحضر فيه الأول مرة كان في تونس والثاني كان في لمتا والمستير والثالث لهنا في زهوان بون كا اكسبيريونس جو بونس كو سي اون تري بون اكسبيريونس في اللي هو الحاجة الواحد يرونكونتر دي جون كي نا جامي كونو من قبل سي تري امبورتون يعرف الناس اللي قاعد يحكي معاهم كل يوم وربما الناس اللي يقراوا اللي يكتبوا ولا هو يقرا اللي يكتبوه ليشانج دي دي معناتها لو كاركتير هيومان نتاع الحكايه الكل معناتها هذه هو اللي اون باس دو سكي فيرتويال او ريال هذه حاجه مبدئيا ثاني حاجه فهمتي سي دو باسي لو ميساج لو فات دو باسي لو ميساج او جون ولا اي واحد يحب يحل بلوغ ولا اي واحد باش يعرف شنو معناتها بلوغ ديجا معناتها سي ان اكي فيو اللي الناس يزون بزوان دو سيكسبريمي واللي احنا توا سور ان بلاتفورم معناتها خارق العاده اللي هي عندنا الانترنت وكل شيء دونك Je trouve que c'est exceptionnel ou je trouve que c'est très important de discuter avec les gens, de leur apprendre comment maintenant écrire, comment s'exprimer, que ce soit par écriture ou par photo ou par vidéo, les moyens modernes d'expression. Les humains قاعدين ياخذوا في صدى كبير ياسر في تونس وفي العالم اجمع ونتمنى للناس الكل انهم يريوسيس ا كري لور بلوغ كي يريوسيس ا بارلي دو
je suis ravi de connaître des gens aussi merveilleux que ça. Voilà. Merci.